خليني هنا ارحب جدا بدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. ازيك يا دكتور طارق؟ اهلا وسهلا سيادة النائب. كل سنه وحضرتك طيب مقدما. حضرتك طيب يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور طارق، المؤتمر اللي جه بالدعوه ثلاثيه من مصر والاردن وانطونيو جوتيريش سكرتير عام للامم المتحده، وفي هذا التوقيت المؤتمر بالتأكيد هام جدا، لكن كمان أظن أنه حضور أنتوني بلينكن لهذا المؤتمر والاستماع لكافة الكلمات، ثم أيضا بالتأكيد مناقشات على هامش أو على خلفية هذا المؤتمر، قد تحمل أمور. وده السؤال اللي أنا يمكن بطرحه على حضرتك، ما الذي يحمله أنتوني بلينكن من خلال حضوره لهذا المؤتمر؟ هو بالتأكيد طبعا الإدارة الأمريكية من خلال إرسالها في هذا التوقيت بتؤكد حضرتك سيادة النائب على جملة من الحقائق، وهي أن الإدارة الأمريكية صادقة فيما تقوم به من خطوات خلال الفترة المقبلة. يعني نحن نتحدث عن عدة أشهر حتم قبل 5 نوفمبر، فبالتالي الإدارة الأمريكية ربما يكون في تقديرها أهداف خاصة بها وأهداف خاصة بينا. الأهداف الخاصة بالإدارة الأمريكية مرتبطة طبعا بمحاولة تحسين صورة الرئيس الأمريكي ومحاولة رفع شعبيته، خصوصا في ظل حالة التحفظات من داخل حزبه أصلا ورسائل إلى شرائح مختلفة في المجتمع الأمريكي، ليس فقط الجاليات العربية الإسلامية لأنه هي بها دلالات رمزية في القبول أو الرفض، لأنها مش مؤثرة أو في الخريطة الانتخابية الأمريكية. لكن يهم بلينكن في هذا التوقيت والإدارة الأمريكية هو بداية التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تنخرط بالفعل في إطار البحث عن خيارات وحلول، والتأكيد بطبيعة الحال على دعم الخطوات الدولية تزامنا مع ما يجري من تحرك أمريكي أو مسار أمريكي آخر موازي في مجلس الأمن وصدور القرار الأممي في هذا القرار اللي طبعا تم تمديده بعد عدة أشهر طويلة كنا ننتظرها. وبالتالي الإدارة الأمريكية تتحرك سيادة النائب على مسارات متعددة، منها المسار الدبلوماسي والمسار الدولي أو القانون الممثل في تنظيم الدولة الممثل في مجلس الأمن. لكن أنا أعتقد أنه حضور بلينكن وتوجيه رسائل بحضوره مهم جدا، لكن يعني لابد للإدارة الأمريكية تنقل الأقوال إلى أفعال حقيقية، إلى تدابير، إلى إجراءات مباشرة، خصوصا في هذا التوقيت اللي بطبيعة الحال فيه تواصل بشأن استئناف الوساطة والتحرك الأمريكي المصري القطري في هذا التوقيت، وخصوصا في ردود فعل إيجابية إلى حد ما من الأطراف المختلفة، لكن هيبقى الرد الإسرائيلي هو الحاسم، لأن رد حماس يعني يمضي في إطار إيجابي حتى الآن، يعني هم تفاعلوا بصورة كبيرة، وأيضا حركة الجهاد الإسلامي البيانات المتتالية اللي صدرت بتشير إلى هذا. الدور الأمريكي يجب أن يترجم إلى أفعال حقيقية وتدابير بعد فترة من المراوغات. اسمح لي أن أقول كانت هناك مراوغات أمريكية في مراحل معينة، ولكن تقييم السياسة الأمريكية الآن أنه الجانب الأمريكي والإيراق تريد أن تقول رسالة أنها ماضية في عملية الوساطة وأنها تدعي الاستقرار خصوصا مصر. الرجل بدأ بالقاهرة على عكس ما كان يفعل في المرات السابقة، إنه كان يزور ثم يعود إلى القاهرة. بدأ بالقاهرة لأنه يدرك جيدا أن القاهرة هي من تدير المشهد وهي من تحرك البوصلة بطبيعة الحال، وهي الاتجاه المباشر لكل الأطراف المختلفة. وبالتالي انتقل من القاهرة إلى باقي الجولة. الرسالة لإسرائيل أيضا أن الولايات المتحدة تريد أن تقول لإسرائيل أنه عليكم أن توقفوا إطلاق النار. طبعا السفيرة في الأمم المتحدة، السفيرة الأمريكية، ربما اثرت الى نقاط مهمه تضمنها طبعا القرار، خصوصا لانه القرار تضمن نقاط مباشره بوقف اطلاق النار واتفاق الطرفين والمضي على المراحل الثلاث الخاصه بتنفيذ الاتفاق. اعتقد انه مؤتمر اليوم في الاردن، والاردن طبعا مشارك بصوره او باخرى في الجهود مع الجانب المصري، ومصر دائما بتنسق مع أشقائها في الأردن لاعتبارات متعلقة طبعا باهتمام البلدين بالقضية الفلسطينية. وكان في طبعا حضور السيد الرئيس ربما سيادة النائب أعطى زخم كبير للمؤتمر بنجاحه بالمناسبة، لأنه مصر بتطرح الرؤى المتفق عليها في هذا الإطار. وأنا في تقديري إنه ليس فقط بلينكن في الولايات المتحدة، هناك دور للمؤسسات والمنظمات الأوروبية المانحة، يعني ليس فقط في الإجراءات الحالية لكن
هناك هم اكبر لنا بالنسبه لنا بعد وقت اطلاق النار، واذا خلصت نوايا الطرف الاسرائيلي ومضى في اطاره هيبقى في مشروعات خاصه بالاعمار لاعاده تهيئه الداخل في قطاع غزه. في اولويات كبيره لم تستطيع ان تقوم بها طرف واحد من الاطراف المختلفه وعلى راسها مصر والامم المتحده. فدور طبعا الامين العام كابتن نائب مهم ايضا، ليس بلينكن وحده، لكن احنا بنتكلم على الاجراءات والتدابير المفترض انها تصدر وتنفذ في الفتره المقبله. اعتقد المؤتمر كان ناجح في رسائل مهمه منه. الجانب الامريكي عليه ان يستثمر، يعني ربما البعض يرى انه الاربع شهور غير كافيه بالنسبه للاداره اللي تقوم بها، لكن انا استعديري انه الاداره استمرت بغض النظر انه الامريكيين سيختاروا ما بين رئيس سيء واسوء، ما بين بايدن وبين ترامب، فان احوال في الامرين او في الخيارين سنتعامل مع هذا الرئيس الامريكي ايا كان يعني انتمائه، سواء كان بالنسبه للجمهوريين او الديمقراطيين. في كل الاحوال بنرتب اولوياتنا على اسرائيل ان تستثمر هذه الخطوه، لدينا بطبيعه الحال فرصه جيده الان لان ردود الفعل من المقاومه الفلسطينيه جيده ويمكن ان يبنى عليها في هذا التوقيت. طب دكتور طارق، يمكن في بالي فكرتين ممكن يكونوا تساؤلين، جزء منهم او الجزء الاول منها هو انه زي ما حضرتك ذكرت اغلب الفصائل الفلسطينيه، وده كمان ان لم يكن كلها، اما انها اصدرت بيان او ارسلت لانها تقول احنا متوافقين جدا مع الرؤيه المصريه، وخاصه فيما هو متعلق بقبول الهدنه والوقف الفوري لاطلاق النيران. وبنتكلم على كل الفصائل، مش بس الفصائل اللي جوه منظمه التحرير، ده الكل وبما فيها زي ما حضرتك عارف حماس، الجهاد الى اخره، كافه الجبهات. هل ده من الوارد انه يدي اشاره لدى قوى دوليه بانه محاوله اسرائيل طول الوقت لانها تزنق فلسطين كلها في جهه وحماس في جهه اخرى اصبحت عذرا واهيا، وبالتالي يعني عواصم القرار الدولي تبدأ تشتغل بفاعلية أكتر لأجل وقف إطلاق النيران؟ وده مرتبط يمكن بتساؤلي التاني. بنيامين نتنياهو بالتأكيد بيراوغ وصولا إلى نوفمبر القادم لأنه ينتظر مجيء دونالد ترامب جمهوري، ويأتي يمين متشدد داخل البيت الأبيض فيفعل له كل ما يريد، وده اللي حصل قبل كده من وقت نقل سفارتهم على القدس. إيه هو البديل عن الإدارة الأمريكية لإيجاد حل ما؟ يعني خليني اقول سؤال حضرتك المهم قوي في هذا الاطار، ومهم جدا ان يطرح، انه كيف سنعمل على البدائل وكيف نتعامل مع هذه الاداره ايا كان يعني تصنيفنا ليها، سواء جمهوريه او ديمقراطيه. اولا الصف الفلسطيني الان يتوحد، لكن لكي اكون واقعي مع حضرتك النائب، وانا اعتدت هذا، انه لابد ان يتوحد الصف الفلسطيني طبعا. يعني بطبيعه الحال القوى الفلسطينيه اليوم بالفعل لها دور ايجابي، يعني حركه الجهاد اليوم تفاعلت بصوره ايجابيه واصدرت بيان، وحماس ايضا امس، واليوم تستلمت الحكومه القطريه والحكومه المصريه ردود. انا اعتقد ان الصف الفلسطيني الان مطالب مبدئيا بالادنى من الاتفاق، وبالتالي لا نريد ان ندخل في حزبه فصائليه. يعني اسمح لي سياده النائب ان اشير الى نقطه مهمه، العالم يريد ان يتحدث مع سلطه مسؤوله. صح. وليس فصائل، يعني مع احترامي وتقديري للمقاومه الفلسطينيه وما قامت به، لكنها في الاخر المجتمع الدولي لا يتعامل مع فصائل ولا حركات مقاومه، يتعامل مع قوى مسؤوله تحظى بشرعيه دوليه وتحظى بمكانه دوليه، وبالتالي تستطيع ان تتحدث معه. السلطه الفلسطينيه هي عنوان للشعب الفلسطيني، والمقاومه الفلسطينيه جزء من مفترض ان يكون من منظمه تحرير فلسطين، وبالتالي في اولويه اولى اليوم انه لابد لهذه الفصائل سواء حركه حماس او الجهاد تنضوي تحت لواء منظمه تحرير فلسطينيه لكي يصبح الصوت الفلسطيني صوت واضح ومباشر، ويجب ان يلقى الرساله بان الجانب الفلسطيني اصبح كيانا واحدا. الامر المهم هو ما لاحظته حضرتك اليوم في كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهايه كلمته، حينما أقر بفكرة اعتراف بالدولة من الدول الأوروبية التي اعترفت. في نهاية كلمة السيد الرئيس كان ده إشارة إلى أنه في اهتمام بالقضية الفلسطينية وفي اعترافات دولية أوروبية وأنه في منغلقية تشكل. هذا هو المفتاح الأهم للتعامل، بمعنى أنه كلما كان الموقف الفلسطيني واضح ومحدد
كلما جذبت العالم حاله الزخم الكبيره بالقضيه الفلسطينيه حضرتك والاهتمام بيها، مع التقدير انه الحكومه الاسرائيليه ستستمر كابتن نائب في مراوغاتها، لانه هناك حاله بالفعل حضرتك استاذ يوسف حاله من الفوضى الغير مسبوقه داخل الحكومه الاسرائيليه. صحيح الحكومه متماسكه ومستمره برغم الاستقالات التي تمت خلال الساعات الاخيره، لكن في النهايه الحكومه غير مستقره، يعني يريد نتنياهو ان يدخل جدعون ساغر، يريد ان يدخل مكونات الائتلاف، عايز يدخل ليبرمان في تفاصيل كثيره لا يهمنا هذا، لكن يهمنا التزام الحكومه. الحكومه الاسرائيليه ستظل حكومه مروبه لا امل في تصويب مسارها، وبالتالي لابد من ضغوطات امريكيه حقيقيه، ولا اريد ان افقد الامل برحيل بايدن وان ياتي يعني الرئيس ترامب بكل ميراثه العداء تجاه الحكومه الفلسطينيه والاعتراف بالدوله والاعتراف بالقدس عاصمه واحده، وطبعا نقل السفاره والتفاصيل اللي حضرتك تعلمها وصفقه القرن وغيرها. الامور بتتغير، وترامب في الولايه السابقه غير ترامب في الولايه المقبله اذا جاء افضل، وبالتالي في مشكله متعلقه بضروره التعامل مع القوى الدوليه. احنا لما نريد ان نتعامل كجانب فلسطيني وعربي كقوه رشيده وليست كشباب تفائلي، بمعنى نحن لابد ان يكون في اولويات هذا الاطار، والاداره الامريكيه عليها مسؤوليه كبيره بصرف النظر ايا كان، لانها هي الطرف الرئيسي والوسيط الرئيسي في عمليه السلام، لانه لا يوجد وسيط اخر معه تقديرنا بكل التحركات سواء كانت الفرنسيه، لان انت تعلم ان الفرنسيين بذلوا مجهود في باريس واحد وافشلته القوى سواء كانت اسرائيل والولايات المتحده مؤتمر باريس واثنين الشرق الاوسط ومؤتمر موسكو اللي دعت اليه روسيا لم ينعقد اصلا، فبالتالي كل الامل لا يزال مطروحا في الاداره الامريكيه ايا كانت توجهاتها. في كل الاحوال المقاومه الفلسطينيه نجحت في اعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه، واحنا في حاله زخم واهتمام كبير بالقضيه الفلسطينيه يجب استثماره سواء كان من قبل القوى الفلسطينيه المختلفه وليست الفصائل، بالاضافه طبعا لنقل رساله مهمه للجانب الامريكي والدولي بقوه الطرف الفلسطيني في التفاوض. عظيم جدا. طيب اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه.